طبعاً لا شك بأهمية تضافر الجهود بين هالمؤسسات كلياتها، أكيد لها دور كتير مهم بالتوعية بنشر الوعي على مستوى العنف الإلكتروني، لأنه بعتقد أنا أنه الكل معني بهيدي الظاهرة. التعاون والتشبيك بين الجمعيات كتير مهم بطرابلس وبلبنان إجمالا، خصوصي كمان مع الدولة، لأن الدولة هي اللي أساساً هي اللي عم تنظم هذه القوانين. أنا أكيد بشجع هيك جلسات استشارية تكون بأكبر عدد بمناطقنا، عم نحكي شمال لبنان، كل ما وسعنا النطاق، يمكن بين ضنية بين عكار، لأنه عجد بحاجة. وضروري جداً تفعيل القوانين والتشدد بالعقوبات وعدم التردد بتقديم الشكاوى. فأنا بشوف نحن على المدى الطويل إذا كثفنا هيدي حملات التوعية، وخصوصاً بأكد على الموضوع بفترات المراهقة، بيصير أي حدا ممكن يتعرض حيروح يشتكي، هي واحد، وبالتالي بالتوازي كمان بنفس الموضوع بنكون عم نشكل رادع لهيدول الأشخاص اللي عم يفكروا يرتكبوا هيدي الجرائم. أنا اللي بشوفه تكون كمان تصير ضمن إطار المنهاج التربوي، يعني نشغل مع وزارة التربية، سو نكون بسنوياً عم نمرق بمنهاج التربية فصل عن هالموضوع بما يتناسب مع العمر اللي منبلش معه لنوصل لمرحلة الثانوية ويكون عندهم معرفة كاملة. أول شيء ما كنت بعرف كتير قصص، كنت مفكرة غير شيء كلياً. وقت إجيت لهون اكتشفت إنه مش هي بس عن الابتزاز إنه حدا يجي يبتزني أو أي شيء، لا بالعكس، إنه هي فيها تكون محاولة سرقة، فيها تكون كتير قصص غير هدول القصص، فيها تكون قصص تعدي جنسي، تنمر. أنا كـ software engineering student بعرف عن الported technology، بس ما كان عندي معلومات كتير عن البورت الاجتماعي والقانوني لهيدا الموضوع. أول شيء كتير انبسطت بوجود خدمة عنا بلبنان، هي خدمة بلغ واللي هي تابعة لقوى الأمن الداخلي، والأحلى أنه أنت بتقدري تستعمليها وأنت بقلب بيتك. وجود وسيلة من قلب البيت أنا بقدر بلغ عن طريقة، أكيد شيء مريح كتير. نحن الحقيقة بنعتبر أنه المخاطر بالدرجة الأولى هي على الطفل، لأنه بدل نسبة الوعي عند الأشخاص الناضجين أو عند المراهقين حتى يمكن أفضل شوي، بس الأطفال ما في عندهم أي نوع من التوعية. أنا بحس المخاطر بتجي أساساً من وراء الأزمة، سو عم نواجه مشاكل مادية، سو عم ممكن ننتزوا كمان ياخدوا مصاري. ريسك جاي من مطرحين، من واقع حال صعب، ومن عدم قدرتنا على الاستغناء عن الأدوات الإلكترونية. الخوف الفعلي هو تشويه السمعة والابتزاز يلي بيؤدي لتجاوب الضحية مع المبتز، بس أحياناً كمان الأخطر أنه ممكن يؤدي للانتحار أو محاولة إيذاء النفس أو التنكيل فيها من قبل الأهل أو الزوج أو أي شخص محيط بيكون مقرب. بدنا نحكي عن المخاطر المعروفة الجسدية، إذا بدنا نحكي المخاطر الجنسية اللي ممكن يتعرض لها الصبايا، بس كمان بدي أحكي أنا عن المخاطر النفسية، لأنه معظمهم ممكن تنحل المشكلة بس كنفسياً تبقى هيدي المشكلة مأثرة فيهم لمدى الحياة. أول شيء أنه تقوي الباسورد تبعها على مواقع التواصل، أنه ما بقى تنشر قصص لإلها هي وين بتكون، من قرايبينها، من إخواتها، من عمامها، من هدول القصص كلياتهم، أنه تكون أكتر برايفت، أنه ما تخبر أسرارها لمين ما كان رفقاتها أو أي حدا من قرايبينها. بالنهاية في أهلها، في جمعيات تلجأ لهم، وفي أرقام تتصل فيهم خاصهم بالقضاء والدولة. من حق كل شخص أنه يشعر بأمان رقمي، مثل ما من حقه أنه يكون آمن بحياته بشكل طبيعي. بحب أقول لأي بنت بتتعرض لهالمواضيع، منك لوحدك، وفي كتير جمعيات بتوقف حدك، من أولهم فيميل. ما تخافي، في قوانين، في عالم ظهرك، في كتير ناس عم منك لحالك بهالموضوع، فيس ما تخافي، ما تخافي وحكي. فما بس لازم ننصح البنات، لازم كمان ننصح الشباب أكتر، لأنه هن عم بيكونوا أساس لهالشي اللي عم بيصير.